بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أمننا طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معنا نموذج امتحان آخر العام بالمواصفات وبتوزيع درجات على كل سؤال، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نتعرف، لو احنا جالنا سؤال أو امتحان زي الامتحان اللي معانا ومتوقع إن يجينا منه مجموعة أسئلة. طبعا الامتحان ده عام على المنهج، 5 marks 5 درجات، 1 mark each يعني درجة لكل نقطة من 5 نقاط. أول سؤال معنا finish the following dialogue، يعني اكمل الحوار التالي. منى is talking to her friend أمل، منى بتكلم صديقتها أمل. Who seems worried، اللي يبدو أن هي قلقة. Hello أمل، what's wrong with you، يعني أهلا أمل مالك. Hello منى space، because I have an interview for a job tomorrow، أنا عندي مقابلة لوظيفة غدا. Space، it's a job in the media، يعني دي وظيفة في الميديا. Really، which job would you like to do in the media، إيه نوع الوظيفة اللي تحب تعمليها في الميديا. Great، you have a good voice، عندك صوت جميل. And you like reading، وبتحب القراءة. I hope you will get ده جوب، أتمنى أن أنت أو أمل أن أنت تجد الوظيفة. إسبيس. طبعا المحادثة ما هي إلا سؤال وإجابة أو إجابة، وهكون منها السؤال. For example مثلا، Hello أمل، Hello أمل، What's wrong with you، مالك. Hello منى، إسبيس، طبعا هنا تقول لي إيه، I am worried، يعني إيه I am worried، يعني أنا قلقانة. I am worried، تعالوا مع بعض نكتب I am worried. إيه طبعا هنا I am worried من رأس السؤال بتقول لها أمل who seems، يبدو إن هي worried، seem يبدو، يبقى I am worried. هتقول لها because، طب لما نشوف because يا حلوين وعيننا مغمضة نروح كاتبين إيه why، why يعني لماذا، يعني ليه أنت قلقانة. ممكن أقول why فقط أو why are you worried، ممكن أقول why فقط وصح وباخد الفول مارك الدرجة كاملة، وممكن أقول why are you worried، why are you worried، ليه انتي worried الآن. Why are you worried، لماذا انت قلقة. طبعا يطلع because I have an interview، يعني عندي interview for a job. يطلع سؤال هنا it's a job in the media، يعني دي وظيفة في الميديا، يبقى what kind of this job، what kind، طبعا it's a job يعني وظيفة in media، يبقى what kind of job is it، أو what kind is it، أو what kind of job is it. تعالوا مع بعض. إيه طبعا هنا what kind of a job is it، يعني ما نوع هذه الوظيفة، what kind، ما نوع. اتلاقي it's a job in media، يعني وظيفة في الميديا أو في الإذاعة. Really، which job would you like to do in the media، ما نوع الوظيفة اللي انت تحب تعمليها في الميديا. اتلاقي هنا شيء، اتلاقي great، عظيم. You have a good voice، عندك صوت جميل. And you like reading، وبتحب القراءة. I hope you will get the job، أأمل ان انت تحصل على الوظيفة. يبقى أنا أقول إيه، I like to be a news reader، يعني قارئة أخبار. I'd like، ممكن أقول I'd like، I'd like to be a news reader، news reader يعني قارئة إيه أخبار. I'd like to be a news reader، أحب أكون قارئة أخبار. Great، you have a good voice and you like reading. I hope you will get a job، أأمل إن أنت تحصلي على الوظيفة. طبعا ممكن تلاقي thanks، thanks أو thanks a lot، ولنكتب مثلا thanks أو thanks a lot، thanks a lot. طبعا thanks أو thanks a lot يعني شكرا إيه جزيلا. ده بالنسبة للconversation أو الديالوج، السؤال الأول. طبعا السؤال التاني معنا اللي هو read and complete the text with words from the following list، هنقرأ ونكمل التكس ده من الكلمات اللي عندنا، وطبعا ده عليه 4 marks 4 درجات، كل واحدة فيهم ليها mark درجة. fabric القماش، loom النول، acting تمثيل، threads خيوط، weaves weaving، weaves طبعا اللي هو ينسج. There are a lot of traditional arts in Egypt، يوجد الكثير من الفنون التقليدية في مصر.
I learned about the traditional art of أنا تعلمت traditional art of a of weaving at school اللي هو weaving. A weaver user طبعا هنا weaving اللي هو اتعلمت النسيج في المدرسة. يبقى number one weaving. A weaver uses a machine called a ال weaver ده بيستخدم آلة اسمها ايه loom. loom يعني النول. طبعا اللوم ده ماشين. This crosses دي بتعبر منها ايه under the over. This crosses threads بيعبر منها threads اللي هو الخيوط. طبعا thread and over each other to make عشان تصنع منها ايه fabric. fabric يعني القماش. This is number four. ده بالنسبة لي سؤال اللي هو read and complete. نركز في السؤال ده كويس. هو بيبقى simple بسيط ولكن معتمد على معنى الكلمات ومعنى جمل الباسج أو التكست. بعد كده عندنا read and the following then answer the questions. There are lots of ways we can protect our environment and build a greener world. يوجد الكثير من الطرق اللي بتحمي بيئتنا وبتنشئ greener world عالم نظيف. We can all help the environment by using less energy. ممكن كلنا نساعد الانفايرمنت البيئة باستخدام طاقة أقل. For example على سبيل المثال turn off the TV and computer at night. على سبيل المثال ممكن نوفر أو نحمي البيئة إن احنا نطفي الكمبيوتر والتيفي في الليل. We have to turn off the lights when we leave a room. يجب ان احنا نطفئ المصابيح لما نغادر الحجرة. Also ايضا we need to save water. محتاجين نوفر مياه. So when you water our plant, your plants. لما بتروي النباتات use your washing up water. استخدم المياه. Plants النباتات are very good for your health. النباتات مفيدة جدا لصحتك. Because plants breathe out oxygen. لأن النباتات طبعا بتخرج لينا الأكسجين which is a gas اللي عبارة عن غاز that we need to breathe. احنا محتاجينه في التنفس. We have to stop buying water in plastic bottles. يجب ان احنا نوقف شراء المية او المياه في عندنا البوتلز الزجاجات. الزجاجات البلاستيك. Instead وبدلا we buy a glass water bottle that we can use again. يعني اشتري زايز المية اللي في الزجاجة عشان نعيد استخدامها مرة أخرى. It's important to recycle as much as possible because recycling would reduce the waste and pollution. من المهم إن احنا نعمل إعادة تدوير بقدر المستطاع. Because recycling لأن عندنا إعادة التدوير would reduce بيقلل the waste اللي هو النفاية and pollution التلوث. We can recycle all the handbags. يمكن إعادة تدوير حقائب أو أكياس اليد by making the leather from them into carpets بصناعة الجلد into carpets تحوله إلى سجاد. We need to recycle and reuse our rubbish. محتاجين نعيد تدوير وإعادة استخدام القمامة. If we don't we will destroy the planet. إذا لم نفعل فسوف ندمر أو نتلف كوكبنا. We can help keep our air, water and land clean by using renewable energy such as solar energy. إعادة تدوير by using باستخدام renewable energy الطاقة المتجددة such as solar energy زي الطاقة الشمسية and wind power وطاقة الرياح. We need to understand that the environment is our home. محتاجين نفهم إن البيئة دي هي بيتنا and it's important that we respect it. ويجب أو من المهم إن احنا نحترمها. How can we protect the environment? How كيف نستطيع حماية البيئة؟ تعالوا مع بعض نجيب الإجابة من الباسج. هنا بقولنا we can all help the environment by using less energy. For example, turn off the TV and computer at night. We have to turn off the lights even when we leave room. طبعا الأنصر من البداية من عند we can لعند نهاية الباسج النهائي ونكتب دي الإجابة لكويشن نمبر 1. هو أنا تعبت؟ لا ده أنا جبت الإجابة من القطعة. يبقى بنبحث عن الإجابة من القطعة. يبقى this is the answer for number 1. بالنسبة عندنا لكويشن نمبر 2.
Why are plants very good for your health؟ ليه البلانتس النباتات مفيدة جدا ل your health؟ أيضا نجيبها من الباسج أهو، بقولنا هنا plants are very good for your health because plants press out oxygen which is gas that we need to breathe. ونكتب هنا على the answer for question number A number 2، وطبعا بنكتب الانسر الإجابة عندنا فين؟ تحت السؤال، ولكن احنا بنحط تحتها خط، لكن انتوا زي الشاطرين كده بنكتبها هنا تحت السؤال، او نكتبها في ورقة الإجابة عندنا لو احنا هنمتحن بوكلت نكتبها تحت الإجابة، لو بنمتحن كراسة طبعا بنحطها او نكتب الإجابة في الكراسة. What's the importance of recycling؟ ما أهمية إعادة التدوير؟ تعالوا نجيبها بردك من الباسج. طبعا بقولنا it's important to recycle as much as possible because recycling would reduce the waste and pollution. يبقى هنا ونعمل عليها question number A. This is the answer for question number 3. ونكتب عليه the answer for number 3، يعني إجابة السؤال التالت. طبعا كل سؤال جبناه من القطعة. بغض النظر لو طلب مني باري summarize، لخص، infer، يعني استنتج، كل ده بنجيبه بردك من القطعة، لكن القطعة معانا كلها مباشرة جدا، وإن شاء الله هيجيلنا في الامتحان مباشرة. To save energy، لتوفير الطاقة، you have to speed the TV at night. نعمل ايه في التي في في الليل؟ طبعا turn off. turn off يعني ايه؟ يعني ايه نطفيه. تعالى عندنا في الباسج. You have to stop buying water in، يجب ان انت تتوقف عن شراء المياه في في زجاجات بلاستيك، ومن نشتريها في ايه؟ في جلاس، عشان نقوم بإعادة تدويرها، يبقى نشتريها جلاس ولكن نتوقف عن شراء في بلاستيك. The word recycle means، طبعا عارفين ان recycle means reuse، يعني إعادة تدوير. ده بالنسبة لسؤال الباسج. نركز ان الباسج بتبقى سهلة وسيمبل، انا بجيب كل جملة عندي من الباسج نفسها. بعد كده عندنا سؤال choose the correct answer from A B C or D، بنختار الإجابة الصح من A B C or D. ناخد بالنا 3 marks، 3 درجات، كل نقطة عليها نص، دول 6 جمل، كل جملة بنص درجة. A space is a part of a surface that's lower than the other parts، ده جزء بيكون أسفل أو منخفض عن أي جزء آخر، ده بنسميه depression، يعني إيه؟ يعني منخفض، زي إيه؟ الفيوم، depression منخفض الفيوم. protect يحمي هذا has the same meaning as، طبعا نفس protect يحمي بيساوي save يعني يحمي. the moon moves around the sun، القمر بيدور حول الشمس. the verb moves، moves يتحرك، around the means of orbits، orbits يعني يتحرك في مدار. the prefix is base gives the antonym of expensive، expensive يعني غالي، عكسها ايه؟ inexpensive، يبقى احنا هنضيف البريفكس in، expensive inexpensive. the suffix ly، ly ده بيحول الصفة لظرف، can make a space from the adjective successful، successful successfully، يبقى adverb، يبقى أصبح من صفة إلى ظرف. This city overlooks the sea، المدينة دي بتطل عن البحر. it's a coastal، يعني مدينة ساحلية، coastal city. the antonym of dead، عكس أو مضاد dead، dead يعني ميت، عكسها alive يعني حي، dead alive. ده بالنسبة لسؤال choose. ناخد بالنا بنكتب 1 2 3 4 5 6 وطبعا احنا معانا كمان جملة زيادة عشان للمذاكرة، لكن احنا بيجيلنا 6 فقط، 6 جمل فقط، لكن دي قلنا أسئلة متوقعة. عندنا complete the sentences، سؤال الخاص بالجرامر. complete the sentences with the correct form of the words in brackets، وتصحيح الكلمات في brackets. Maryam said that her was living in London for a few months. طبعا Maryam said that، مفروض ان I يتحول الى ايه؟ الى الفاعل she، يبقى she was living، يبقى الفاعل بتاعي she. By the time he spaced to bed he had watched، عندنا ماضي تام، يبقى هنا ماضي ايه؟ ماضي بسيط اللي هو went. we went
two beds. Sorry, how long space for me? How long have you been waiting? طبعا how long have you been waiting؟ طبعا ده مضارع تام مستمر. Present perfect continuous have has been زائد الفعل زائد ing اسمها waiting. Okay, طيب عندنا هنا number 4. If the weather wasn't windy لو الطقس ما كانش عاصف. طبعا هنا was الحالة الشرطية التانية يبقى هنا would، بس انا عايزة negative تبقى wouldn't. طبعا هنا when the turbines wouldn't work هنا هنجيب النيجاتيف wouldn't. ماضي would والمصدر وعايزين inform النيجاتيف يبقى wouldn't. عندنا we not use like math lessons our teacher was horrible. طبعا هنا we didn't used to like احنا مش متعودين نحب المس. طبعا قاعدة used to بتنفي بـ didn't used to. didn't use to like معانا نكتبه مع الفعل. We didn't used to like math. We didn't واحد ينسى like كل دي تركيبة على بعضها. We didn't used to like math. If you not avoid cutting down our rainforests we won't. Will يبقى الحالة الشرطية الأولى يعني مضارع مستقبل. المضارع هنا not يبقى إيه المضارع بتنفى ب don't أو doesn't. طب you تاخد إيه تاخد don't يبقى if we don't أو if you don't. If you don't طبعا هنا don't avoid. If we don't avoid cutting down trees we should avoid leave. طبعا avoid من الأفعال بيجي معاه ايه ing يبقى avoid leaving. A lot of rainforests is cutting every year. Every ها من يقول لي every تبقى ايه تبقى مضارع بسيط passive لان عندنا ايه طبعا هنا uncountable ولا countable. A lot of rainforests. Rainforests plural جمع يبقى ايه are. طبعا عارفين المضارع is او are والتصريف التالت انا اجيب are لان a lot of يعني الكثير من بيج بعدها اسم جمع. A lot of trees are cut. Cut يعني طبعا هنا تم ازالتها او تم قطعها. بعد كده عندنا write a short story اكتب قصة قصيرة of 110 words من 110 كلمة on a trip you had last year عن رحلة قمت بيها العام الماضي. تعالوا مع بعض نتعرف على this paragraph وده متوقع يجي لنا في الامتحان. بنيجي عندنا في ورقة الامتحان ونكتب التايتل العنوان a trip هو بيقول لي you had هتبقى I had. ناخد بالنا ان you هكتبها I لو الباراجراف عنوان الباراجراف او في الايميل you تحول الى I. بيقول لك هنا رحلة انت قمت بيها يبقى الرحلة اللي انا قمت بيها a trip I had last year. In the following lines في السطور التالية I will talk about هتكلم عن a trip I had last year عن رحلة أنا قمت بيها العام الماضي. Last year العام الماضي I had an interesting trip to the pyramids. I had أنا قضيت رحلة ممتعة إلى الأهرامات. I went there on Friday أنا رحت يوم جمعة. I went there with my family أنا رحت مع عائلتي. We went there by car إحنا رحنا بالسيارة. We took food and juice أخذنا طعامنا والعصير. We took hats and cameras أخذنا القبعات والكاميرات. We took pictures التقطنا صور. We ate popcorn there أكلنا هناك فشار. I rode a camel there أنا أكلت أنا ركبت الجمل. I rode a camel أنا ركبت الجمل. My father rode a horse there والدي ركب حصان. Also we met a lot of tourists أيضا إحنا قابلنا الكثير من السياح. We were kind and friendly with them كنا عاطفين وودودين معهم. We were happy كنا مبسوطين. We went back home in the evening عدنا في المساء. Really
حقاً. We had a nice time. قضينا وقت لطيف. I hope أنا بأمل to go there again. إن إحنا أو نذهب مرة أخرى هنا. طيب يا حلوين، عشان أحصل على الدرجة النهائية في الباراجراف لازم الكلام اللي بقوله ده نحطه حلقة في ودننا عشان نعرف إن إحنا ناخد الدرجة. عندنا درجة على تنظيم الباراجراف، يعني لو أنا كاتب الباراجراف صح بس مش منظمه مش هاخد الدرجة كاملة. طب يعني إيه تنظيم الباراجراف؟ يعني هنا بسيب مسافة كلمة في كتابة الباراجراف. طب لو ما سبتش المسافة دي مش هاخد درجة كاملة، لأن أنا كده ما راعيتش تنظيم الباراجراف. إحنا عندنا درجات الباراجراف توزع على تنظيم الباراجراف نفسه، فلابد ان اترك مسافه في بدايه الجمله الاولى وابدا بحرف كابيتال. طب لو ما بداتش بحرف كابيتال علامات الترقيم عندي خطا، هيروح مني درجه علامات الترقيم. عندنا درجه على تنظيم الباراجراف ودرجه على علامات الترقيم، يبقى انا ببدا بحرف كابيتال، بضع في النهايه في الستوب. الجمله كتبتها حط في الستوب، حط في نهايه الجمله في الستوب. وانا بكتب كده يا حلوين بكتب على سطر وبسيب سطر. انا قدامي كراسه ما اكتبش تحت بعضه، لا ده انا بكتب كده على سطر وبسيب سطر، بترك مسافه ما بين كل كلمه والتانية. يبقى انا براعي علامات الترقيم، براعي تنظيم الباراجراف بتاعي، بكتب على سطر وبسيب، بكتب العنوان كده فوق اول وابدا بترك مسافه في بدايه الباراجراف، وبعدين ببدا بحرف كابيتال بضع في الاسطوب في نهايه الباراجراف، براعي ان انا بترك مسافه ما بين كل كلمه تانية. شايفين الباراجراف بتاعي اخذ مساحه ورقه الفلوسكاب بتاع الامتحان. هو انا هكتب الباراجراف، واحنا عندنا الباراجراف كام كلمه؟ 110. تعالوا مع بعض نشوف كده عدد كلمات الباراجراف اللي معنا كده، دول كام؟ 119 كلمة. هو المطلوب مني 110، ده انا مزود له 9 كمان اهو. يبقى انا براعي ان انا شوفوا الباراجراف بتاعي واخد مساحة الصفحة. يبقى احنا عندنا ده انا كاتب باراجراف بس انا ناقص درجة في الباراجراف. طب هو ناقص عشان انت مراعتش علامات الترقيم، ممكن عشان انت مراعتش تنظيم باراجرافك، عشان كتبت جملة سبيلنج. ده انا كاتب الباراجراف بتاعي لاست يير افعاله كلها زي ما شايفين كده، وي ونت وي توك وي ات وي رود كلها افعال باست ماضي. يبقى انا بكتب ايه؟ براعي زمن الباراجراف بتاعي وبراعي ان بكتب صح جمل، صح سبيلنج، صح جرامر، صح. طب في جمله حاسس ان السبيلنج خطا ما اكتبهاش، جرامر خطا ما اكتبهاش عشان ما اوقعش نفسي في ايه؟ في اخطاء. اتمنى التوفيق للجميع، واتمنى ان احنا كلنا نكون استفدنا من حلقه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.